على السياسيين أن يعلموا بأن كل المرشحين اللي خرجوا من قبلهم مرفوضين جملة وتفصيلا، لا العيداني ولا شكري ولا هذول الأسماء الخمسة اللي قدموهم مرفوضين جملة وتفصيلا. احنا نريد تقديم مرشح مستقل كما أوعدت المرجعية الدينية، فأي مرشح يخرج من أحضان الأحزاب هو مرفوض من ساحات الاعتصام، ليسوا لهم مشكلة ويكسبون وقت. نطالب السيد رئيس الجمهورية بانتخاب أحد العناصر النزيهة، وإلا فإننا نطالب بحكومة إنقاذ وطني. يكفي صراع الإرادات، يكفي كابونات السياسيين، تكفي هذه الكتل ما خلفت بالعراق من دمار. كل من يرشح مرشح من قبل الأحزاب والكتل السياسية مرفوض مرفوض مرفوض. نريد مرشح غير جدلي غير متحزب، تنطبق عليه المواصفات التي طلبها الشعب والمتظاهرون وأيدتها المرجعية، مرشح غير جدلي.